لي بيت الفليتي، بيت العجايري، بيت بريدي، بيت خليل، بيت بيت بيت، كل عائلات محترمة كريمة. اليوم نتيجة غياب الدولة رح يدفعوا أثمان. لاي شو السبب؟ ثلاث ارباع ابنائها كانوا خدموا الوطن وخدموا الجيش اللبناني وخدموا المؤسسات الامنيه. ليش انا ضايعه مثل عرسان بدي دفعها ثمن؟ مين بدفع على كل حال ليك مين بدفع اذا العبد الاحداث الوقائع التطورات شرف. في جدل حول دستوريه جلسه مجلس النواب اليوم. فريق المستقبل عمل دراسه قانونيه تختصر بعدم جواز التشريع بظل حكومة مستقيلة. يعني هيدا الكلام كل يوم نسمعه بالوقت يلي الفريق الآخر بيقول انه نعمل شيء من هذا النوع باتفاق طائف، ما كان في حكومة ونعمل اتفاق. يعني النواب عملوا اتفاق كبير، يعني اتفاق له علاقة. شو الاتفاق اللي صار؟ نعم شو الاتفاق اللي صار؟ اي تبع اتفاق طائف. اتفاق الطائف هي بيقول انه هاي الجلسة بالشرعية. لا الفريق اللي بيقول انه جلسة شرعية بيقول انه في سوابق. حبيبي شو اسمح لي، لا فريق بيقول ولا فريق ما بيقول. لا يجوز النقاش حول شرعية هذه الجلسة يا عمي، في اعتداء على الدستور. هلا بقول لك شو سببه. المجلس النواب هو السلطة الاشتراعية الوحيدة في لبنان. للحكومة أن تحضر، للحكومة أن تحضر. إذا ما حضرت هذا لا يعني أنه الشمس ما بلوش حق يشرع. بس نحن شو أبي يصير بلبنان؟ قصة صلاحيات. لا ليك شو أبي يصير، اسمع الصورة. الصورة أنه نظرة الإدارة للحكومة أنه هاي الحكومة السلطة السنية في البلد. إيه؟ والمجلس اللي هو سلطة شيعية حسب الزعم لا يجوز بظل حكومة مستقيلة وأنا السني أن يشرع المجلس وعلى رأسه شيء. أي هاي المشكلة، هاي المشكلة. أي. تعرف شو معناتها هاي المشكلة؟ بس تقبل معي، معناتها في مسح للعنصر الآخر في البلد في المجتمع اللبناني. نحن المجلس النواب هو مناصف، مجلس الوزراء مناصف. وين صاروا ها؟ وين صاروا شو؟ استاذ سعيد ابي يصير في عملية تزوير بالثقافة للتقاليد الدستورية والاقلية الدستورية والمواد الدستورية بالبلد. هل يجوز النقاش لشخصيات نواب سياسيين اصحاب اخلاق دستورية وعلم دستوري يقول اذا المجلس له حق يجتمع ويشرع او لا؟ كارثة الكوارث، معنيه النظام سقط. لذلك نحن عم نقول استاذ سعيد لا يمكن إعادة انتاج الواقع في لبنان. مدخل الحقيقي لهذا البلد لإعادة تكوين السلطة هو قانون انتخابات في لبنان. يعيد تكوين السلطة آخذ بعين الاعتبار عدالة التمثيل وحسن التمثيل وأحقية التمثيل لكافة مكونات المجتمع اللبناني. مكونات المجتمع اللبناني الذي هو طوائف بقوة الدستور، لأنه الدستور هذا قال من الآن وحتى إلغاء الطائفية بالمادة 95. يعني شو؟ يعني هاي المرحلة كلها اللي صرها أوكي من سنة 26 صرها ونأمل أن تنتهي، هي مرحلة هو بلد طوائف بيبتيز. اليوم نحن شو؟ في اجتياح طائفي. أي طبعا، وهذا أمر اجتياح مذهبي، وهذا أمر ومذهبي، هذا أمر لا يجوز الاستمرار. مسؤوليات القيادات الأخرى المسيحية بالتحديد، برجع للقصة زيت، والمارونية بأكثر تحديدا مسؤوليتها أن تقف لترفض هذا الواقع وأن لا تساوم عليه. مساومتها عليه لايك انا شو بيطلع مني، انا شو بقدر اعمل لهم؟ بس التاريخ والله والعبد والمواطن اللبناني والشيخ والمرأة والطفل بده يشير، اللي بده يفرط بهذا الحق
بدهم يقولوا هذا هو يهوذا الإسخريوطي، وبالتقاليد المسيحية يهوذا الإسخريوطي في موجودة، بدهم يقولوا هذا الذي خان، هذا الذي تآمر. شو مطلوب؟ ها؟ شو مطلوب؟ مطلوب الاتفاق على حد أدنى. عم تشتغلوا عليها، وين صاروا؟ إن شاء الله ما بعرف أنا، ما بعرف. لا برا بتعرف لا. أنت بكركي بكركي هي صاحبة القرار بالشغل بهال. إيه بس أنت بالجو بتعرف شو عم بيصير؟ بالجو إني أخلق المناخ والرأي العام إلى جانب الأصدقاء والأحباء وكل المؤمنين بضرورة جعل القواسم المشتركة ممكنة بين القيادات المسيحية لكي يطلوا إطلالة واحدة مع إخوتهم المسلمين إذا تحت سقف الميثاق الوطني والعالمي. إذا اتفقوا شو بيغيروا؟ شو بيقدروا يعملوا؟ لا كيف بيقدروا؟ أنا بأكد لك. شو؟ أنا بأكد لك، أنا بأكد لك تأكيد كامل إنه بيقدروا. بيقدروا يتفقوا؟ أو بيقدروا يعملوا؟ على نفسها بتكون جنت براقش، على نفسها تكون قد جنت براقش. وين صارت المساعي؟ لذلك أم نقول أي؟ في مؤتمر باثنين وبثلاثة الشهر أي؟ باثنين الشهر في مؤتمر ضخم مسيحي مشرقي جاي علي ممثلين وسياسيين مسيحيين من كل أنحاء العالم العربي، من مصر، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، لبنان، والأحد في مؤتمر كبير بده يزيع الوثيقة التي تم عليها الاتفاق بلقاء بيت عنيا، والتي هي وثيقة ستساهم بخلق ديناميكية داخل البيئة المسيحية كي يؤدي ذلك تحت سقف الكركي لإعادة تشكيل الوثيقة، هذه تكون تشكل قواسم مشتركة مع بقية. بتشوف أنه الخطر بين المزوجين خف بالآونة الأخيرة دوت رئيس؟ خطر بشو؟ الخطر على المسيحيين، مسيحي الشرق، خف أو زاد؟ لا شك البيان الذي صدر من الشيخ فضيلة الشيخ الظواهري الذي تحدث فيه عن وقف الاستهداف، لأنه شعر أن النتائج المترتبة على الاستهداف بالسياسي على المستوى الدولي ترك بصمات سلبية كبيرة جدا. نتمنى أن يلقوا أذن صاغية، ولكن أنا بقول لك من هلأ 50,000 توقيع راحوا لروسيا والتي أعلنت عنه الخارجية الروسية، الخوف مش بس استئصال جسدي، الخوف أن تعيش خائف. أنت بتعيش خائف، أنت صفيت غريب عن وطنك. أي نعم. أو وطنك رحل عنك. إذا قبلت روسيا والأخطر أنه الوطن يرحل عنك. إذا وافقت روسيا على 50,000 بتكون عم تسهل. مش رح توافق، ما بتقدر توافق في قوانين بهالموضوع. أهمية الطلب أنه يحمل في طياته طلب حماية. أي نعم. شو يعني أنا أقول لك أعطيني جنسية بيتك؟ يعني أقول لك حميني، أبحط إيدي بزنارك، هاي العادات البدوية والعربية. وبالتالي هذه تدلت على شيء، بتدلل على وجود الخوف. امبارح بمصر شو صار؟ هالخوف هذا بمصر، بمصر شو صار؟ بالعرس شو صار بمصر امبارح؟ هجموا على العرس. بالعراق، بسوريا، بلبنان قول غير شيء. بلبنان صار في احداث دمويه تنذكر ما تنعاد، ولكن بلبنان المعيار على التمسك بالوجود المسيحي هو الحفاظ على دوره، لأنه المدخل إلى وجودهم في لبنان هو دورهم. انتبه، بلبنان مش الوجود اللي بيعمل الدور. طبعا طبعا. بلبنان أو بتسلم بدوره تحت سقف الدستور حرفيا، والطائف بالتحديد، لأنه نحن من المتمسكين بالطائف. دوره كرر بالطائف، كرر. أنا لا أعطيني المناصفة الفعلية بالطائف، أبديش أرجعنا للموضوع. أبدا، أعطيني المناصفة الفعلية الطائف. طيب مش رجعنا للموضوع، هذا الموضوع ما راح يروح، فليعلم الكبير والصغير ذلك. اعطيني المناصف هذا المدخل الطائف. يعني برايك هذا هو المدخل، هذا المدخل الحقيقي طبعا. العالم لانه التهميش، لانه استلاد الاخر بكنفك، استتباعك له، الغائه، نكرانه، عدم الاعتراف بصوته. طيب دوت رئيس، التعود والتلذذ على رؤية شخصيات نعم مستولدة بكنفك كأطفال الأنابيب وتعتبرها.
تنبسط فيها تقول هؤلاء اللي بيمثلوا المسيحيين. محمليني سؤال لا لا لا. بعرف بعرف انه صدرك رحب. لك سؤال بدك اياه. بعتقد تعرف شو بدي اسال. لا لا سؤال سؤال سؤال. ما زالك هالقد مصر وبعرف انك مصر. ليش قدم ترشيحك على القانون الستين؟ اولا هلا يعني عمل قانون الستين او قانون ال 1920 بقدم ترشيحي اذا كان بدي وفقا للمعطى السياسي. هلا اذا واحد بالولايات المتحده الامريكيه بيقدم قدم اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخاب وسقط القانون ببطل يترشح على القانون القائم فيه؟ ايه انه اذا شو اذا شو اذا شيء له علاقه بالمبدا شو انت حملت رايه ولواء اللقاء الارثوذكسي. ايه شو خسرت؟ العالم استغربت انه لا كيف لا لا, لا ما حدا استغرب بيعرفوا تماما الحقيقه. اوكي إلي الفرزي بادراكه بيعرف شو كان قبل يتحيك قبل التمديد من امكانيه خلق وان هابي فاميلي هوم على مستوى لبنان وخلق اتفاق رباعي جديد. ناخذ فاصل إلي الفرزي نازل من داي جاي. ناخذ فاصل تاني ونكمل لقائنا معك دكتور رئيس. هذا البرنامج برعايه باتش. بتقدم خط ماجيك بلس. اشتري تليفون واسترجع حقه ابتداء من $24. Refresh, restart. الصحة والأمان أغلى نعمتين بتوفرن ITN. عناية صحية كاملة ونظام راقي بينسجم مع كل أفراد العائلة. ITN بتقدم لكم بطاقة أسك بلو للاستشفاء بثلاث برامج كلاسيك، إسانشل وغولد. تغطية واسعة بتشمل لأول مرة بلبنان الحالات المرضية المزمنة والمستعصية مع الاستفادة من ضمانة التجديد والاستمرارية. مع ITN صحتك بأمان. 03-546-44-444-70-546-44-444. شو هو تعريف الجمال المضبوط؟ حتى يكون نحن عنا واصلين لقمة الجمال اللي نحن بدنا نوصل له لازم يكون في سيمتري أو لازم يكون في تطابق. بس نقول سيمتري أنا بكون عم بحكي عن التوازن، بكون عم بحكي عن التناسق أو حتى التطابق. طبعا اهم شيء انه يكون في تطابق من صحتنا الداخليه لانه هي الوحيده اللي بتنعكس على صحتنا الخارجيه. ومين احسن من غذائنا ليقوم بهيدي المهمه؟ فيكم تتواصلوا معنا على ارقام التليفون اللي عم نشوفها باي موضوع انتم حابين تسالوا. سيمتري مع اخصائيه التغذيه مروه عيديبي، بتتابعوه بالاوقات التاليه على شاشه الان بي ان.
إن منتجات هوليلاند التي ستتعرفون إلى فوائدها الطبية العالية تعتمد أساساً على استعمالها مكونات ومواد أساسية من أجود الأعشاب المعتمدة عالمياً، تجفف وتطحن بأحدث الآلات والطرق لتؤمن منتجات طبيعية فعالة ليست لها أي أعراض جانبية وبأسعار مدروسة. إن فريق العمل القيم على منتجات هوليلاند ذو خبرة تزيد على 20 عاماً في لندن، ويشرف على تركيبة هذه المنتجات صيادلة خريجي جامعة برايتون والكلية الملكية في لندن. بلاكي معك ولا خيام؟ بقدر استعير مذكراتك؟ إذا بتساعدك المذكرات لحتى تحكي مع البنت أنا موافق. هديك البنت الصغيرة اللي كانت مع حسام بالمخيم هي أنا. قصة بتحير مش هيك؟ هذا البرنامج برعاية دكتور رئيس. عشاء غسل القلوب كما وصف بين الجنرال عون والنائب سمير فرنجية، هل حسم الخلاف بين الرجلين تحديدا حيال الاستحقاق الرئاسي؟ طب لا طبعا اساسا حول الاستحقاق الرئاسي لم يكن هناك في خلاف قبل. والعشاء دكتور رئيس احكي مع الناس الاشياء اللي بيعرفوا انك عم تحكيها. لا 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 انا يعني بيعرفوا انت هلا لا بتحكي. الرئيس الوزير الفرنجي تكي مع هني معودين، وهذا شغلي ملفت للنظر من مني الراي العام. نعم نحن معودين انه ما نشوف ماروني بيكسر خاطره قدام ماروني تاني. بس الوزير الفرنجي أعلن مرارا وتكرارا بيقول أنا برئاسة الجمهورية وراء العماد ميشيل عون. هذا تصريح، منين إلي حق أنا ناقش تصريح من هالنوع؟ شو أسباب الخلاف؟ شو أسباب الخلاف لكن؟ المورني عشو بيختلفوا عادة دكتور رئيس؟ خلينا نحكيها بصراحة يعني. عشو بيختلفوا؟ إذا بدك تسمح لي، إذا بتريدوا تعرفوا الحقيقة. بس أنا لاحظت إنه وقت عملت الغداء وشرفوني طوني بيك فرنجية والدكتور أستاذ يوسف السعادي مع كثير من الشخصيات السياسية اللي كانت موجودة كمان، وقلت لهم الأمور انتهت، ما كانوا يقبلوا، مصرين كما ولو أنك تستجدي الخلاف، كما ولو أنك تريد هذا الخلاف أن يستمر برفضك للقبول بمبدأ أنه نتفقوا. وأكبر دليل ظهر امبارح قدامهم أنه اتفقوا. الخلافات والتباينات في العلاقات الإنسانية قائم بين أخ وأخو، ولكن أستطيع أن أؤكد لك أنه لم يكن هناك في موضوع بمسألة استراتيجية في خلاف عليها. أؤكد لا ما حنا عم يحكي بموضوع استراتيجي. الموضوع كان تباينات قضايا تفصيلية. الأمانة بتقتضي أني أنا ما أدخل بهيك حديث. نعم. لأنه هيدي بحكم الجلسة. أما الاتفاق على المسائل الاستراتيجية أقسم بذات الله ورسوله والأنبياء واليوم الآخر أنه أنا لم أسمع بنقطة خلاف واحدة بيناتهم. صحيفة معلومات صحيفة الأنباء الكويتية. نعم. معلوماتها. إيه. طب إنه بدنا نسمع آراء الكل. طب ما في شك. بتقول إنه لم يحسم هذا الخلاف رغم العشاء، خصوصا حرفيا أن اسم فرنجية مطروح بقوة لدى فريق 8 أدار بطلب سوري. مبين الخبر ملغوم. أعود لأؤكد. ملغوم شيء. أنه. وغير واقعي شيء. أنا أعود لأؤكد. أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، مع التنويه بأنه سليمان بيك فرنجي يصلح كرئيس للجمهورية وزعيم ومرجعية مسيحية بامتياز، إلا إذا أنه أعلن أني أنا وراء ميشيل عون. أنا شو بعمل؟ ما لك حق أنا وياك نعود نجادل.
أنا وياك يعني كأشخاص آخرين كمتفرجين كمشاهدين نعم. إنه جريدة الأنباء الكويتية أنت بتخمن إنه هذه مسألة رئاسة الجمهورية في نقاش فيها قبل أبار؟ أنا بأكد لك ما فيش. أي طبعا قبل أبار ما في. بأكد لك. أي في انتخابات رئاسية؟ إن شاء الله تصير من هلا لأبار، في تطورات كثيرة رح تصير كثيرة رح تصير، وهذه التطورات مثل ما قلنا في بداية الحديث لبنان من تداعيات. هل تسمح هذه التطورات بمجيء صقر إلى الرئاسة؟ طب لماذا تسمح بمجيء صقر إلى رئاسة الحكومة؟ وإذا لم يكن صقرا نعم أخذ إلى موقع يتم فيه الاتفاق على الثوابت بحيث لا يستطيع هذا اللا صقر نعم. أن يتصرف. نحن نعرف دكتور رئيس النور ليش رئيس المجلس إله حق. خليني إيه أنا معك أنا معك ليش رئيس المجلس لازم يكون هذا الصقر ليش رئيس الجمهورية بلبنان مش لازم يكون لحلك ليه؟ لأنه إذا بده تلتين إيه؟ وإذا في طائفة ما بده ما بيوصل كيف هاي ما ينعيش وتتكي تكي عم بحكي عمليا مش دستوريا ايه عمليا عمليا اذا في طايفة بدي افترض سلامة البحث ايه انه اذا في طايفة ما بده طايفة من اي طايفة لكن من الطوائف الثلاثة لا هذا كمان غلط مثل هلأ الرئيس بري ما مش حين يعقد الجلسة لانه غير بيعتبر لا تكي 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 في طايفة ما بده مع انه له حق يعمل الجلسة مع احترامي للرئيس بري ايه؟ لا 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 رويد سمو ميثاقية خلينا اعوذ بالله لا علاقة للميثاقية عن شو عم تحكي هلا رئيس بري عم يعمل رسالة طبعا حسنية كرئيس مجلس ايه؟ لإثبات ان هذا المجلس بطبيعه المزعوم انه شيعيا لا يريد ان يستفرد الطائفة طبعا إيه بس هاي مش معناتها الدستور لا خليني كفي لك استاذ سعيد مجلس الوزراء تحدث عندما اخذ صلاحيات رئاسة الجمهورية اخذت لمجلس الوزراء مجتمعا لكي يقوم بإدارة البلاد 30 راس هذا مش 30 راس اخذ كل راس 30 راس هاي الديمقراطية 30 راس هاي الديمقراطية بتقول نعم لإدارة البلاد مجتمعا هاي بالبلاد المجتمعا بدك تديرها المجلس الوزراء بده يكون مكونات المجتمع من طوائفه نعم وبالتالي إذا استقال مذهبا من المذاهب تصبح الحكومة غير شرعية في حال عدم تعيين محله مجلس الوزراء نواب قصة تانية الدستور تحدث عن مسلمين ومسيحيين بالمادة 24 ما في نظر لشي بيقولوله تفاصيل مسيحية وتفاصيل إسلامية عرسي. في مسلمين مزبوط. ومسيحيين مزبوط. إذا غاب المكون الإسلامي برمته نعم الجلسة غير ميثاقية إذا غاب المكون المسيحي الجلسة غير ميثاقية أما إذا غاب الطائفة كالطائفة الشيعية المحترمة من مجلس النواب كمذهب لا الجلسة ميثاقية وإلا ساعتها إذا طاغبت الطائفة الكاثوليكية اللي هي 8 نواب خليني كفي من المعروف لأنه هاي ثقافة دستورية نعم. إذا غابوا 8 نواب الكاثوليك مجبور توقف الجلسة لأنه غير ميثاقية أنت ما فيك ترسي تقاليد دستورية جديدة خلافا لمضمون النص نعم. وتقول هذا قانون أما الرئيس بري اليوم من حسن تصرفه ودرايته طيب. ومحاولته أن يبعث برسالة بظل أجواء محمومة في المنطقة إلى طابع الصراع السني الشيعي بيقول فيها أنه أنا إذا غاب طيار المستقبل ما قال الطائفة كتمثيل سياسي طبعاً. كمكون هذا هذه رساله سياسيه طبعا مش رساله دستوريه سياسيه ايه سياسيه 100% موضوع ثاني والا اقتضى الشرح لحتى لا نرسي بالثقافه نعم. تقاليد دستوريه عم بحكي انا عن انتخابات رئاسة الجمهوريه بدها تلتين ما هيك ايه تبدا الصقر بيتامل له تلتين هذا سؤالي في بس. اقتراح جيد طلع بتعديل الدستور اخوتنا في المواطنيه تبي شو بدي اقول لك اخوتنا في المواطنيه او انهم بدهم المسيحيين شركاء او مستقبعين
شو بدهم؟ تكي خليني كفر. بحكي عمليا دوتر. أرجوك عم بحكي عمليا أنا. طيب أوكي. شو عم بحكي؟ طيب. عم بحكي كمسؤول. طيب. كمسؤول ولو نظريا عن بيئة. إذا بدهم المسيحيين شركاء. طيب شغلة بسيطة. بيجيبوا في 4 زعماء مسيحيين حقيقيين بالبلد. مشينا وبين. في الرئيس ميشيل عون. عفوا في فخامة الرئيس أمين شمايل. في الرئيس ميشيل عون. في الوزير سليمان فرنجي وفي الدكتور سمير جعجع حطيتهم بروتوكوليا ورا بعض مثل ما تعمل اقتراح امبارح السفير عبد الله ابو حبيب والاستاذ جان عزيز هذا اقتراح جاي بيجوا بترشح اللي بياخذ اكثر شيء منهم تم اعتماد بتكون امنت النصاب يترشح على انتخابات الرئاسه وانتهى الموضوع. نحن لا نستطيع ان يستمر الوضع على ما هو عليه الآن. بس عماد عون قال لي أنا غير مرشح لرئاسة الجمهورية بدهم ياني ينتخبوني. جيد كمان هذا كلام جيد. هذا مش كلام جيد. هذا مش كلام بيدلل إنه ما في استقتال لرئاسة الجمهورية. ما كلام بيدلل إنه في استعداد للنقاش بكل شيء في سبيل خدمة البلد. طيب آخر كم دقيقة بحلقتنا دوت الرئيس عم بيسألوا الناس شو إلو علاقة إلين فرزلي ببيت طير وطني الحر الداخلي؟ ما إلو علاقة أبدا. ليش شو عم ليش حامل السلم بالعرض؟ بأي موضوع؟ بدك تزكي إكس على إجراك وبدك يعني عم تتعاطى بالبيت الداخلي عم بيقولوا لي وعم نحن عم نتابع كمان. أنا أستطيع. شو ردك على كمان؟ لا مش عم بتابع لأنه المتابعة غير سليمة. أنت بتشوف ما فيش معك بيوبيها. لا أنه عم بتقول بتتابع مش وبتوحي أنه القصة ملقوطة. لا مش ملقوطة أبدا. أنت عم تتعاطى أي أو لا؟ هذا سؤالي. أسارع إلى القول أنه لا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد بمسألة بتخص البيت التيار الوطني الحر اطلاقا. شو عم تعمل لكين اطلاقا؟ انا مواطن ابرئب مثلي مثل غيري. مساعي حميده يعني؟ لا 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 اطلاقا ما لي علاقه بالموضوع اطلاقا. لا من قريب ولا من بعيد. قيل وطلع ما